لا ما عرفتش، ما عرفتش، يا ريت كون عرفت، ما عرفتش، يا ريت ما عرفت والو، ما عرفتش شي حاجة، بغيت غير نعرف شنو ميت ولا حي، ما عرفتش. انا شاكة بانه مخطوف. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة اخرى. تلقي اتصال من عند الاخت مالكة. اخت مالكة عندها وليد واحد، وليد عنده 19 سنة، تبارك الله كيقرا مزيان، تروازيام اني في لافاك، هي خدامه عليه. الزوج ديالها توفى حوالي 4 أو 5 أيام، اختفى على الانظار. اسباب ومسببات الواقعه، اختفاء غريب، مجموعه من الاسئله في الهاتف درجته مع اخت مالكة، وهالشي اللي صعب المهمه اكثر. مشاهدينا الكرام، فينا هو وليد؟ كيفاش؟ علاش؟ تبعوا معايا. مالكة، مالكة وكتشوفي في التصاور، عاودي لي على وليد من تزاد قبل ما يختفي. وليد ولد مربي، مؤدب، مرضي، ما كيخسرش ليا خاطري في اي حاجه، مجتهد من اللي بدا يقرا، كيقرا مزيان، ما عمرو دار هكا، ما عمرو بات على برا الدار، ما عمرو زعما مشى لشي بلاصه بلا الاذن ديالي، يعني ما عمرو دار شي حاجه اللي تقلقني او ضرني او تخسر خاطري نهائيا. نهار الجمعه في الصباح خرجت انا غدا نمشي للخدمه مع 7:30، فيقتو قال لي راه غندخل مع 8، خليته صافي ومشيت، مشيت للخدمه. لتسعود صيفط ليه اوديو في الواتساب، ما قراش وما جاوبني، ما رد عليا والو. صافي فاش جيت في العشيه للدار ما لقيتوش، جيت للدار كنشوف دائما هو كيتسناني في الشرجم باش يرمي لي الساروت او يتسناني في الشرجم، ما بانش ليا. فاش دخلت للدار ما لقيتوش، لقيتو داير بيسي كيتشارجا، مقاد ناموسيتو، صافي تما تسنيت حتى عييت 6، ما جاش هبط للكليه. يعني من المدرسه جا للدار هو؟ اه جا نص نهار كيقرا، وغي نص نهار في الكليه كيخرج نص نهار عنده، صافي. ولكن ما رجعش للدار، من الكليه ما رجعش للدار، صافي. ملي قلبت عييتو ما لقيتوش، مشيت للكليه، مشيت كنسول، قالوا لي ما صافي سبتو الحد ما عندنا ما نديرو لك سيري حتى نهار 2. مشيت للبوليس ديكلاريت، مشيت للسبيطارة تقلبت، والو والو. بقاو في الكليه، الكليه الرفقاء ديالو صحابو اللي تيقراو معاه، ما قدرتيش توصلي لشي خيط فيهم تما؟ شكون هما صحابو؟ بنات ولاد؟ لا ما عرفت والو. اللي كنوريه الصوره ديالو كيقول لي كنشوفوه في لافاك، يعني حدنا مع داخل الكليه، على برا ما عندناش علاقه به. بحكم الهاتف ديالو دا معاه؟ داه معاه، اه دا معاه التليفون، ودا معاه لاكارت ناسيونال والبطاقة تاع الكلية. شكون اللي كيجي عندو للدار في صحابو؟ ما كيجي عندو حتى شي واحد، حتى شي واحد ما كيجيش لعندو نهائيا، عادي غير بوحدو في الدار، إلا أن الصحاب حدهم الكلية. انتي طلقتي من بواه 3 سنين، وباه يلاه مات شهر ونص، العلاقة ديالو بواه كي دايرة؟ عادية، علاقته بباه عادية. انا طلق دابا 3 سنين، هو كيعيش معايا، مره كيشوفو شي دائما، علاقه ديالو بعائلته عاديه. لا تعرفي حتى شي خيط اخر في صحابو في اللي قريب ليه اللي يقدر يعطيك واحد الطريق اللي تقدر توصل فينا هو؟ لا ما عرفتش، ما عرفتش، يا ريت كون عرفت، ما عرفتش، يا ريت ما عرفت والو، ما عرفتش شي حاجه، بغيت غير نعرف شنو ميت ولا حي. وليد العائله اش تتقول في هادشي؟ هما كيقلبوا معايا، ما عرفوش حتى هما، جاتهم غريبه هاد القضيه، جاتهم غريبه. شنو غنقول لك؟ ما عرفتش، بغيت غير نعرف عليه شي اخبار. مشاهدينا الكرام، هذا هو اللي قلنا في المقدمه، قلنا اختفاء غريب. علاش؟ لان اسباب ومسببات هاد الاختفاء كانت عندها خيوط، حاولنا ما امكن. الاصدقاء ديالو ما تتعرفهمش، كيقرا في الكليه، مشى ما خلاش ليها شي علامه بانه، نقولوا بانه كاين واحد التشنج مثلا او نقاش بسيط وقع مع الام انه كيمهد ليها يمشي لبرا ولا يحرق ولا هاد الامور، حتى هي قالت لك ما كايناش. هو الولد الوحيد، اختفاء غريب، كيعيش حياه عاديه، ما خاصو حتى خير، خدامه عليه، يعني جميع البيبان اللي كتقدر تأدي أو الخيوط إذا صح التعبير لتوصلنا للهدف فينا وليد،
ما عندهاش ليه الجواب. الام غادي يكون عندك ضروري من الشك في شي حاجه ياك. قولي لي هذا الشك فين كاين؟ ما عرفتش، انا شاكه بانه مخطوف، ولكن راه ما عرفتش على حق شكون كان كاين. راه غادي يبان، راه الكوميساريات كلهم درتهم، ما كاينش السبيطارات كلهم درتهم، ما كاينش، درتو في مواقع التواصل الاجتماعي كل شيء كيقلب، ولكن ما كاينش بلعات الارض، ما كاينش. مشاهدينا الكرام، وليد 19 سنه كما كتبعوا معنا، هذه هي الصوره، حنا غادي نوضعوها في الشاشه، وفي نفس الوقت هذه هي الصوره ديالو اللي عطاتنا الام تبحث على الابن ديالها. ظروف صعبه صراحه، الله يسمح لنا من الوالدين. مالكه هو الولد الوحيد اللي عندها، الاختفاء بهذه الطريقه. ممتاز في المسار الدراسي ديالو، وصل الثالثه في لافاك، له طموح كما قالت لي قبل من التصوير، قالت لي الامنيه ديالو انه يسعد الام ديالو، هي فيها امو، فيها صديقه ديالو، ما خاصو حتى حاجه، موفره ليه الحمد لله كل شيء، هي خدامه. اسباب ومسببات الاختفاء غريب جدا. اعطيني شي خيط، انا كاع البيبان تسدو. حتى انا ما عرفتش، يا ريت نعرف، راه ما عرفتش، راه ما عمرها ما كانت، وما عمرو هو لا تعطل على برا، الا تعطل السبعه كيصيفط لي ميساج، ماما ما تخليهاش ليا هنا جاي. اما دابا راه ما عرفتش، رانا ما عارفه والو، راه قلبت، عييت ما خليتش شي حاجه ما كدرش وما درتهاش. يعني مشيتي عند الشرطه ما طلبتيش انه يشوفوا حتى موقع ديالو؟ مشيت قالوا لي التليفون ديالو طافي، قال لي غادي نلعبوا على النمره التليفون، ولكن التليفون ديالو طافي. ملي كنمشي كيقولوا لي هو دري كبير، يقول لي ما نقدروش، كون كان صغير غادي نتابعوا نقلبوا عليه، اما هو دابا راه راشد. هذا الشيء اللي كيقولوا لي، ما عندنا ما نديروا ليك سيري. العائله ديالك انتيا؟ نعم. كاينه في اسفي؟ عائلتي انا في اسفي. شنو يقولوا في هذا الشيء؟ وتا هما جاتهم قضيه غريبه، جاتهم بحال الصاعقه نزلت عليهم. ما في الوسط العائلي ديالك انت في اسفي اللي كيتقارب شيئا ما مع السن ديالو، يقدروا يكونوا اللي اذا كان عندك خواتات ولا ولادهم ولا شكون هما اللي قريب ليه اللي عنده معاه مره واش كيمشي لاسفي يسافر لعندهم، اللي يقدر يعطيك شي خيط، يعطيك واحد الرساله اللي قال مثلا قبل ما يغبر. لا ما كيمشيش الا مشيت انا وياه، كيمشيش عندهم الا مشيت انا وياه في الصيف او في الكونجي، كنمشي انا وياه صافي. بقى عندي سؤال، ولكن نعم. الاسئله كتفرض ذاتها. نعم. انت ما عندكش شي علاقه ديال الزواج اللي مثلا غادي تقدري تزوجي وهو ما عجبوش الحال شي حاجه بهذا الشيء؟ لا، وما كنفكرش انا نتزوج اصلا، لا انا على ودو، هو حياتي كلها، هو فيه ولدي، فيه راجلي، فيه صاحبي، فيه با، فيه خويا، فيه كل شيء. لا ما عنديش. المكان فين كتعيشي انت هي في الطريق ديال يمكن ضربوا عزاياك؟ طريق جديدة. طريق جديدة، طريق زمور اللي سميتها. هذيك المكان والناس مع من تيتلاقاو، شحال انت ساكنة تما؟ أنا دابا 3 سنين وأنا ساكنة تما، خديت الصورة ديالو ومشيت للطاكسيات وكلهم كيعرفوا، اللي شافوا كيقول لي هذا الولد الله يعمرها دار، كيقول لي هذا الولد ظريف كنعرفوه، ولكن شي خبار عندهم راه ما كاينش. باقي عندي سؤال أخير. نعم. ما عندوش شي علاقة بشي بنت؟ تقدر تكوني انت ولا تيطمح للزواج ولا عكستي ليه ولا شيء من هذا القبيل وعنده؟ يا ريت كون كان غير هذا الشيء، يا ريت. لا ما عمره ما قال لي على شي بنت، لا عمره قال لي شي حاجه، يا ريت تكون بصح. اعطيني الرساله ديالك ليه، والمغاربه راه كيتبعوا معنا، يا ربي يفرحك فيه يا ربي. يا ربي وليد، كنقول لك الا كنتي كتشوفني ولا كتسمعني جي، انا بغيت نشوفك غير بخير وعلى خير، وكنطلب منكم اللي شافوا اللي عرف عليه شي حاجه عيط ليا، اللي شافوا عرف عليه شي حاجه يقولها ليا. عافاك وليد، راه قلبي كيتقطع. الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، هذه هي قصه مالكه كما تبعتوا معنا، اسئله اللي كتطرح في الراي العام، حاولنا ما امكن اننا ندرجوها معها، نشوفوا الخيط اللي غادي يقدر يوصلنا الوليد. ما عطات حتى شي طريق اللي نقولوا هذه اسباب مسببات الاختفاء. وليد شاب طموح، له استقرار عائلي مزيان، رفقة الام ديالو، الاب ملي توفى نقولوا غادي يقدر يكون واحد الاشكال نفسي، سواء الا كانت عنده معاه علاقه كبيره، هي كتقول لك بانها مطلقه من الاب ديالو 3 سنوات، الان توفى الله يولي برحمته حوالي شهر ونصف، تروازيام اني في لافاك،
على علاقة بالأم، ما عندهاش معلومات بتاتا أنه عنده علاقة بصحاب اللي يقدروا يغيروه لما هو أسوأ. ناقشت معاه الموضوع ديال الحريق حتى هو قالت لك مستبعد، ناقشت معاه علاقة عاطفية بشاب أمره مستبعد، جميع الخيوط تسدات. مشاهدينا الكرام، الأمل ديالنا في الله عز وجل وجل المغاربة والدعم ديالهم لهذا الموضوع. كما كتبعوا معنا هذه الصورة ديال وليد، وسوف أبقى إن شاء الله متتبع الملف ديال أخت مالكة لما لا تشوف الولد ديالها، لأنه من أصعب الأشياء. هي تقريبا عندها حوالي 45 سنة، ابن الوحيد اللي عندها هو وليد. وليد أرجوكم كل من ساهم في هذا الموضوع اللي شاف هذه الصورة يفيد بها هذه الأم، يدي أجر مع رب العالمين. مشاهدينا الكرام، للوصول للهدف الأسمى أرجوكم بارتاجوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة ونوصلوا لوليد. راهو مو هذا هو الوليد اللي عنده، وتا هو عنده هذه الأم هي اللي كاينة. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع قصة وليد وسوف نوافيكم دائما بالجديد في حالة يا ربي لا توفقنا ولقيناه. مشاهدينا الكرام، غنوضع كذلك رقم الهاتف ديالها للتواصل معها أكثر. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.